المغرب تفوتنا إلى حد كبير جدا، ونتحديك يا محمود تفوتنا في وسائل الاتصال، تفوتنا في الإشهار، تفوتنا في التسويق وفي بيع صورة منمقة إلى المستثمرين وإلى العالم على أنها هي أفضل مناخ في المغرب العربي للاستثمار. مش لاقة مشاني دايرة حلقة على المغرب، ولا البارح درت شي حلقة على المغرب ودرت شي على المغرب، ثاني اليوم صبح شي على المغرب، اقبع شي دوك شلاقة مشاني وجيتي كتهضر على المغرب. والو ما عندكم لا أزمة لا مشاكل في تونس، لا الأمور جيدة. راه قلت لكم هذا مقبوعة الفوم صافي، دابا راه باينة لها شي منطقة أخرى باغا تنفخها، راه كتحل الفرزقها باش تمشي تنفخ شي منطقة أخرى. راه ما كاينة على المغرب أخويا، المغرب 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 المغرب، باش نعجب الكابرة أنا شي صيفطوا لي ثاني نمشي نفخ واحد بلاصة أخرى. وراه قلتها عنق دائما كنأكدها، شوف المغرب يخدم والتوانسة يهضروا، التونس ما تخدم ما تردم تبقى مقابلة على المغرب وكتهضر على المغرب، احنا نخدموا وانتوما هضروا، هذا هو الشعار اللي يبقى دائما. وفي هذا الفيديو غادي نشوفوا السم في العسل بمعنى الكلمة. دابا التوانسة معولوا معاشرين مع الكراغيلة وشافوهم بأنهم أغبياء، عند بالهم راه يتعاملوا معنا بنفس أولدي، راه نقريو جد جد جدك، تيشوفكم الله راه نتوما مطورين وعدوزوا لنا المغالطات ودوزوا لنا داك الشيطين ديالكم وتلوحوا لنا السم في العسل. لا ولدي، بما انكم تجندتوا لينا حتى حنا نجندوا لكم، وحنا غنخليو البلاد ديالنا خدامه وشاده في الامور ديالها، وحنا لكم بالمرصاد، حتى تبعدوا منا كيف من بعد حنا منكم. واش عمركم شفتوا شي قنوات مغربيه كيهضروا على تونس ولا مقابلين تونس ولا تونس فيها ولا المشاكل الداخليه ديالها ولا شنو عندها ولا شنو دارت؟ اللي دار شي حاجه الله يسهل عليها الصعب. حنا كنعرفوا المملكه المغربيه وكفى، شنو لينا وشنو علينا، ما كنعرفوا لا تونس اش فيها ولا الجزائر اش فيها، كنهضر على القنوات الرسميه في البلاد. وانتم النهار وما طار وانتم المغرب دار استثمارات كذا جاب داك دا هذه، ولكن انا نهضروا على واحد الامور اللي تكلم عليها هذا القمقوم هذا وكيفاش الدخله ديالو. دابا هذا هو التطور اللي هما كيحسبوا راسهم مطورين، شوف كيفاش غادي يفرش لينا وفي وسط ديك التفريشه يعطي مغالطات، وكيفاش بدا الحوار وكيفاش ساله. ارتاح اولدي، نشوفوا هاد التفريشه اللي باغي يدير. خطابات التكريه والتفريق بين دول المغرب العربي انا ما نحبهاش، واغلبها راهي تنبع صدقوني تنبع اساسا من مصادر غير بريئه. في خطة تفريق دول شمال افريقيا من اجل استغلال اقتصادي وسياسي واضعاف القدرة الصناعية والعسكرية لو اجتمعت، وعمرها ما اجتمعت للاسف، وهذا يمشي بالطبيعة في مصلحة الدول الدول الاستغلالية الاقتصادية ومنظمات مصاصي البترول ومصاصي الطاقة هذوما كما مصاصي الدماء بالضبط. هذه نقطة ديجا كم ريتو معناها، فما شكون تشجع في المغرب على درا شكون وكي. وراكم شفتوا شكون اللي كيشجع المغرب باش زعما يعادي الجزائر، زعما راه المغرب هو اللي كيعادي الجزائر، الجزائر ما كتعاديش، الجزائر الله يعمرها خيمه والله يعمرها دار، المهم راه شي اطراف اخرى كتعمر المغرب على الجزائر، اما الجزائر الله يعمرها خيمه ودوك الكبرانات ناري 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 الله يعمرها دار دوك الكبرانات. وشكون اللي خلق هذا بيلي زيرو ازيد من 60 سنه ودول شمال افريقيا مفككين بسبب هذا المشكل هذا؟ لا دارته المغرب، لا الجزائر ما دارت حاجه، لا الجزائر الله يعمرها دار وهي اللي كتصرف علينا وهي اللي كتمولنا. اسكت، لا راه كاين شي ناس كيعمروا المغرب على الجزائر، وانا راه ما كنبغيش التفريقه، انا راه واحد انسان الله يعمرها دار، انا واحد انسان مزيان، هادشي ديال التفريقه ما كنبغيش. الجزائر راه دوله مزيانه وراه كتعاون بيلي زيرو عاحل شي زعما عندها سياده وعندها كذا، ومن حقها من حقها تعاون بيلي زيرو وتخرب شمال افريقيا، ولكن المغرب راه شي اطراف هما اللي اسيدي عقلك، رانا نجبد المسويطه نحمر لك دوك الحناك، تاع دوز لنا الشغل في العوك اللي حقه، راه شي اطراف المغرب اي والجزائر هاد المشاكل اللي دايره. اعطيني شي دوله في الجوار ديال الجزائر مفاهمه معاها، لا مع مالي لا مع النيجر لا مع ليبيا، راه حفتر داير ما بغى في الحدود مع موريتانيا، راه حنا عارفين شنو كان وقع، الا تونس اللي بعتوا البلاد الجمله. ايوا هضرنا هذا المشكل ديال بيلي زيرو اللي دايره هاد البلاد هذه، اللي راه شي اطراف هما اللي كيعمروا المغرب وكذا، وبدا كيهضر على الحجم ديال الاستثمارات اللي كيجيب المغرب وكذا وهادي، وبدا كيعطيك مغالطات وبان حق المغرب ما كيقولش الشركات منين جبتوا الاموال ديال وكدا وداير مالات ضريبي وهكا باش كيستقطبها، وانت مالك اخويا مفرع راسك، انت اش حرك شطاتك؟ المغرب يدير ما يديرش، والمغرب راه داير انتحار استثماري وراه غادي يجيبها في راسه، وانت اش حرك شطاتك اصاحبي؟ انت مالك؟ اش دخلك انت في امور داخليه ديال المغرب؟ انت دخلتي معاه على الاستثمارات وراه كيدير وكذا، وراه ما كيقولش للشركات منين جبتوا هاد الاموال هادي، وانت مالك اصاحبي؟ علاش مدام فاقص راسك انت؟ اش دخلك في امور لا تعنيك؟ وراه نجلس معاك الارض ونشوفوا المشاكل اللي عند تونس، والله تنبكيك، الا بصح كتجيكم الغيره على البلاد، اما انتوما ما كتجيكمش الغيره على البلاد، عمركم تبكيو عليها؟ واش اللي سامع في الصحراء ديالو وعمره يقدر يقول كلمه وحده عليها عاد تجي الغيره على البلاد؟ ولا دخلوا على سوق راسكم اصاحبي، ودي واعف الجهاد ضاركم. الاشكال هو كل ما كانش عندكم فين تهضروا ونقولوا راه ما عندكم فين تهضروا، وانتم غارق انت لودنيكم، المشاكل في تونس حديش ولا حرج، يعني عندكم ما تناقشوا عندكم ما تهضروا. الا اسكت اخويا، احنا باغي نتخلصوا، وراه بدينا دابا الشهر خصنا نحلوه باش في الاخر ديال الشهر دوزنا القميله. ما كاينه على المغرب، وممنوع شي تونسي يهضر على المغرب وما نسمعوش كلمة المقارنة. ايوا اسمع شنو قال. هاي اللي نحبوها نحن، ما نحب نقارنوا تونس والمغرب، هاي جاي نقارنوا مع بعض. اشرب ميه اخويا، اشرب ميه. سال الفيلم قال لك يا سيدي نهضروا في داك الشيء اللي كنحبوا حنايا، المقارنة مع المغرب.
اخرج لي نيشا. وانا دائما كنركز على هاد النقطه، في ما كيكون شي تونسي كيهضر الا وكتسمع كلمه المقارنه، قارني يا خويا مع المغرب شكون اللي فايتنا، وقالها بلا ما يشعر، راه نهضروا في داكشي اللي كنحبوا حنا، المقارنه مع المغرب، هذاك الشيء هما اللي كيبغيو. وراه سبق لي تكلمت في هاد الشيء ويا مات عبد الباقي بن مسعود، قال لك عندنا هدف واحد هو نطيحوا المغرب من الكاف ونشدوا حنا الكاف، وحنا اللي نوليو نسيروا، وحنا اللي نوليو نتحكموا على نيشان. داكشي اللي كيحبوه هو يقارنوا راسهم مع المغرب، صافي هذاك هو البليزير ديالهم، هو انهم يبانوا احسن من المغرب. وفهاد المقارنه اللي غادي يعطي غادي يقول لك واخا هاد الاستثمارات اللي كيدير المغرب راه ما هربش، احنا قراب لبعضياتنا شي حاجه قليله. اول حاجه بعد المقارنه لا يجوز، كيفاش غنقارنوا دوله مع مدينه؟ ترى تونس بالنسبه لنا بحال الدار البيضاء، شي نحطوا مدينه الدار البيضاء المغربيه مع دوله تونس، مدينه الدار البيضاء احسن منكم 1000 درجه، لا من ناحيه الاستثمار، لا من ناحيه عدد السكان، لا من كازابلانكا هارب عليكم اصاحبي. انت باغي تقارن دوله مع مدينه؟ المقارنه لا تجوز من جميع النواحي كيف ما بغيتي، ولكن اش غدير؟ الناس مساخيت خدامين على راسهم، مش لا قمره بانت لا واحد الجهه اخرى باغا تنفخ ثاني، وراه انت عارف شنو باغا تنفخ. يقول لك كلاش على الخلصه ديالها شحال كيعطيوها؟ الخلصه ديالها ما صايبلاش ظفارها، اللهم اخويا بيعها جمله للجزائر، واللي خدم الاجنده ديال الجزائر. الكبران اش عاذر لهم على المغرب وطلب شنخصك، ومقبوعه الفم ومقبوعه الشلاقه، ما حنا ليك دابا، انت تحشمي على خاطرك، انت تنفخي وحنا نفشو، ما بغيتوش تحشموش بعدو منا، ما طالبين منكم حتى حاجه. عطيونا عشبر ديال التساع، عاقلونا هذاك هو الربح ديالنا. غارقا تلودنيكم بالمشاكل ومقابله المغرب، هذه مغشفه مليانه. البارح كتهضري علينا، اليوم علينا، وانت صافي ما بقى عندك ما يدار، عاقب عشي داك الفم وتميتي شي عندنا. فركزوا مزيان مع الكلام ديالهم وما يدوخكمش شي واحد. وهاد السياسه ديال السم في العسل ما تدوش علينا حنا كمغاربه، وجميع دوك المعطيات اللي عطاه ما كيناش دليل واحد على داك الكلام، مصدر واحد على داك الكلام، فقط كيبغيو يشوهوا الصوره ديال المغرب ويبينوا بان هاد الاستثمارات وهاد قطار التنميه اللي غدا فيه البلاد سبب حق قاعد تطبيع. هادو هما دوزيان بني كرغل، احنا لهم مرصاد. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلنا نرى ايديكم التعليقات. خطابات التكريه والتفريق بين دول المغرب العربي انا ما نحبهاش، واغلبها راهي تنبع، صدقوني تنبع اساسا من مصادر غير بريئه. في خطه تفريق دول شمال افريقيا من اجل استغلال اقتصادي وسياسي واضعاف القدره الصناعيه والعسكريه لو اجتمعت، عمرها ما اجتمعت للاسف، وهذا يمشي بطبيعه في مصلحه الدول الدول الاستغلاليه الاقتصاديه ومنظمات مصاصي البترول ومصاصي الطاقه هذوما كما مصاصي الدماء بالضبط. هذه نقطه ديجا كمريتو معناها، فما شكون تشجع في المغرب على درا شكون وهكاك. عندنا برشا من الهدره نتاع المغرب معناها، عندنا برشا في تونس، المغرب فكت لنا المرشي نتاع السياحه، فكت لنا المرشي نتاع الفوسفات، المغرب دنت لنا المغرب. شوفوا المغرب اش عملت، شوفوا المغرب اش عملت، اغلب الكلام نتاع فكت لنا فكت لنا كلام راهو جاي من سبيس تون، كوكب الكوميديا. بصراحه في عالم الواقع راهي كل بلاد تضرب على مصالحها وتعمل كل شيء باش تستحفظ على امكانياتها. المغرب كدوله الاستراتيجيه نتاعهم تقوم على التحرك السريع لاستغلال الفرص في كل المجالات. تك تك في هذا ما ياخذوش وقت. مثلا في الحرب الروسيه الاوكرانيه من اللي بدات، المغرب خدمت على استقطاب الاستثمارات والمشاريع الالمانيه والصينيه والايرلنديه اللي كان في اوكرانيا، شركه التكنولوجيا الالمانيه الكوابل، تشونتو اليابانيه، ايبتيف الايرلنديه وغيره. اما ما فهمش، ولو اني ما نفهمش اللغه الاوكرانيه، اما ما خرج حتى اوكرانيا قال المغرب فكت لنا. خاطر هذاك الاقتصاد العالمي، المغرب تستقطب قد ما تنجم، ولو انه امكانيه السعوديه ومصر في الاستقطاب خليوها تدور في نطاق شبه محدود. عندنا في الروادن وتلافس كما كان تحكي عفاف، جماعه الاقتصاد وبرشا حتى من المحللين يحكي ومن بعد يقول لك في المغرب. سامحوني، اجي نقول لكم ايش عندهم في المغرب بالباهي وبالخايب، وتو نشوفها مع بعضنا معناها وشنو اللي يظهر باهي هو في الاصل خايب وكذا. في المغرب معناها قلت لكم الاستغلال سريع الفرص، وقت ازمه كورونا مثلا الكوفيد معناها والعباد الكل براتيكمون معناها خايفين، عملت الاستراتيجيه نتاع 2030 وجابت بها قريب ال 20 مليار درهم ولا اكثر شويه استثمارات اجنبيه مباشره، ماذايا باك كامل نتاع تسهيلات نتاع شركات وكل شيء. في الكونفلي الصيني الامريكي والروسي الاوكراني عملت استراتيجيه التسريع الصناعي، تسريع الاستثمارات نتاع نمو القطاع الصناعي، وحتى الاستثمارات الصينيه اللي في المكسيك المده هذيا المغرب ماذا بها تستقطبهم، ماذا بها تجيبهم عندهم، خاطر الصين ولات تجي معناها تحب تصنع قريب من الاسواق نتاعها باش تبيع لها من غير الشيبينغ ومشكله البابور وقداش تكلفت ولا سيرونس نتاع البابور ضربت فوا 3 وفوا 300 وكل شيء. فيقول المغاربه قاعدين يخدموا يقولوا ها والابرات نتاعنا مقابلين القاره الامريكيه وحقها هذا. المغرب عملت عندها اكثر من عام يا عفاف قانون امتيازات الاستثمار اللي هو قانون نتاع بلاد باش تكون من الاخر باش تكون ملاذ ضريبي. هذا كلام بلومبرغ وكلام لافاميرا مش من عندي، باش تكون ملاذ ضريبي. دوله ملاذ ضريبي اش معناها؟ فماش قيود على مصادر الاموال
معناها ريت اللي باش يجي استاذ ما تعرفش عليه فلوس منين جايه والوين يجي وكا ويجيب فلوسك. ما فماش ضرائب للدوله في الاغلب، معناها ضرائب حكايه بسيطه، وقوانين بنكيه فيها سريه تامه للمستثمرين وارباح. شو معناها؟ معناها العباد اللي من دول اخرى اللي يجيبوا فلوس في المغرب دولهم ما يعرفوش قداش عندهم فلوس وقداش عندهم ارباح، ما نجموش تاكسيو عليهم، ما نجموش يحاسبوا. ايوه باش نبداو فاهمين. بلدان كيما سويسرا وفرنسا وامريكا راهو المواطن الامريكاني كي يجي مثلا يستثمر في تونس فما نسبه ولو انا مش كبيره من الارباح نتاعو ترجع للدوله نتاعو في الاصل. معناها باش نبداو فاهمين القوانين ونيفو انترناسيونال، وزيد معاهم الحماية القانونية. معناها كان تفلس ما يصير له شيء وما يفكوا له شيء وما يدخلوش ما يدخلوش الحبس، بخلاف انه المعلومات الضريبية معناها براتيكمون حصانة كاملة. فهذا ايش يعطي؟ العباد اللي عندهم فلوس والاثرياء بالطبيعة معناها الشركات هذوما يخدموا باش يربحوا كدولة تربح. شنو ربح المغرب في هذا؟ ربح الدوفيز نتاعهم والتشغيل وبرشا حاجات اخرين، معناها كيما التوازن التجاري والدوفيز كيما قلت انها تبدا موجودة في البنوك. الملذات الضريبية هذوما اللي كيما اللي قاعدة تعمل فيه المغرب من عامين ولا اكثر شويه، براتيكمون 50 مليار ضريبي عندنا في العالم عفيف. تقول انت باهي الحكايه، نو جايك بشوي بشوي. اسيد المال في العالم يتعاملوا بالملاذات الضريبيه هذوما عفيف. معناها الملاذات الضريبيه هذوما ال 50 بلاصه فيها ملاذ ضريبي براتيكمون يدور فيهم اكثر من 15 تريليون دولار وفيهم 400 بنك. شوف لهنا الرسمي. واسيد العالم في المال شكونهم؟ سؤال، شكون اسيد المال في العالم؟ شكون هم اللي يدوروا في البنوك في النوار والفلوس؟ اهلا وسهلا مرحبا. لهنا ندخلوا حاجه جديده ما نعرفوهاش. لهنا ندخلوا اي الحاجه الجديده اللي ما يتحكاش عليها، انه حكايه التطبيع اللي مربوطه بالنظام المالي هذايا اللي براتيكمون هو النوار نتاع الاقتصاد العالمي. اختير برشا، وانا ماشي لكم علاش؟ خاطر فما شكون يسمعني يقول هاي باهي هذايا، هاي نقوموا نعملوا بلادنا مرض ملاذ ضريبي زاد نحن ملاذ ضريبي امن ونحاولوا نعملوها ومن غير تطبيع كما اللي الامارات. الامارات نسبيا راه مش 100% من الضريبي. نقول لك الفكره هذه فكره كتكره برمات المال في العالم ب 14 تريليون دولار ولا 400 بنكه والدوتير نتاع الصناديق الاستثماريه، ما فيهم حد باش يجي عندك ويحط يديه وساقيه عندك. باش تلقاهم كل واحد يحط عرف في قفه، ماهوش باش ينفستي بكله، ماهوش باش يكسب ارض، ماهوش باش يعمل صناعه ما تنجمش تتحرك من البلاصه هذيك. فشنو اللي نجم يصير في اي وقت؟ نجم مثلا بتصريح بمعلومه باي حاجه تتلفت تقام تبخر. فنوعيه الاقتصاد هذايا عفيف كيما القصر نتاع الرمل، اول ما تجي موجه كبيره ولا حتى موجه خفيفه تتلفت ما تلقى حتى حد، سواء لسبب علمي سواء للحاجات السياسيه، ولا مثلا كان المغرب مثلا المغرب ترجع في قرارها وتولي ضد التطبيع مثلا، طول الاستثمارات هذوما الكل يتبخروا ويخليوا لك بطحه اقتصاديه، مش نقطه اقتصاديه، يخليوك بطحه الدنيا فارغه. خاطر بالطبيعه فما بلدان جربت هذايا وفما وصاروا لنفس المشاكل اللي نحكي عليهم هذوما، وذاك عليه قلت اللي تعمل فيه المغرب هذايا هو مخاطر اقتصاديه وانتحار اقتصادي. ختاما هاي اللي نحبوها نحن، ما نحب نقارنوا تونس والمغرب، هاي جاي نقارنوا مع بعضنا. الساعه المغرب استثمرت في البنيه التحتيه حاجه تعمل كيف بالطبيعه اللي يعمل كيف هذايا الكل بقروضات من عند لافامي، لكن مردوديه الاستثمارات هذايا ما زالت ماهيش في مستوى، معنى المردودية ماهيش في مستوى الاستثمار والمأمول منه. 82% من المواطنين انخفض مستوى المعيشة متاعه. باش ندخل توا في المقارنة بشوية، 82% من المواطنين المغاربة انخفض مستوى المعيشة متاعه. تونس عام 2023 عملوا نمو 0.4%، شوية وعندنا غلطنا وعندنا ظروفنا كل شيء. المغرب بالهيلمين اللي كنت نحكي فيه هذا الكل 2024 عاملة 2.4%، التوقعات يقولوا 3 ولو أنه صحيح. تونس الدين العام 8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا في 2023، المغرب عاملة معناها الدين العام تاعها 73% 2024. شوف الاستثمارات والفوسفات وعندهم المخزون بريسك 70% من العالم نتاع الفوسفات وكل شيء، والدين العام من الناتج المحلي الاجمالي 73%، التضخم في تونس 9.3% 2023، المغرب 6% 5% التضخم، البطاله في تونس 15% المغرب 12%، العجز التجاري في تونس خويا 2.8% المغرب بريسك الدوبل فوق 4% عجز تجاري، بالرغم من الشركات الفرنسيه والكرهب والفوسفات والزوزابرات وكل شيء. شوفوا العجز التجاري، وضعنا الاقتصادي مش خير من المغرب اليوم، اما المغرب ما تفوتناش برشا. باش نبداو متفاهمين، كنت نقول فيهم لا تفوتنا، اين نتحديك؟ فاش؟ نتحديك تفوتنا، ومتاكده من هذايا وانه المغرب تفوتنا الى حد كبير جدا. في بالتسويق وبالاشهار وببيع
وجديد باش نعاودها. المغرب تفوتنا الى حد كبير جدا ونتحديك يا محمود. تفوتنا في وسائل الاتصال، تفوتنا في الاشهار، تفوتنا في التسويق وفي بيع صوره منمقه الى المستثمرين والى العالم على انها هي افضل مناخ في المغرب العربي للاستثمار. في التسويق سواء للاستثمارات سواء في الاستقطاب للرجال الأعمال، وكما كنت نحكي لكم الحاجة اللي عبارة الكيس نوار متاع الاقتصاد العالمي اللي فيها أكثر من 50 تريليون دولار، وفي السياحة كله تسويق. معناها شنو بشنو حبيت نختم؟ المغرب ماهيش خير من تونس بياسر، ولكن تونس مش مقمرة بينا. نقولها من الاخر، معناها المغرب خير من تونس شوية في الاقتصاد يمكن، لكن تونس مش حاجة كبيرة. البول ماهوش شاسع، يعرفوا يبيعوا صورتهم. أما مشيرة أخرى نحن اللي نعرفوا نعملوها عفيف، نحن في تونس ما نخاطروش، ما نقمروش، ما ردوش بلادنا مالي الضريبي في أي لحظة لرؤوس الأموال هذوما الكل، والعباد اللي كاس نوار هذوما متاع البلاد في أي لحظة تتلفت ما تلقاهمش. وزيد حاجة أخرى، نحن في تونس ما بعناش الطرح وما طبعناش على خاطر الفلوس، لا خاطر ما مربوطة ببعضها. فالقضية في الأغلب مالية ومفخة اللي تعمل فيها المغرب بوغ لو مومون، والفيزيون بتاعي تونس نجم تعمل مخير أما بخطى ثابتة فقط إن شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العادة ما تنسوش لايك، خلونا الرأي ديالكم في التعليقات، لسي مازال ما مشاركوش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.